يتفقد هذا المزارع أشجار الزيتون في أرضه قبل أيام من موعد القطاف، حزينا على ما وصل إليه الحال، ضعف في الإنتاج، والموسم الذي ينتظره كل عام لكسب رزقه لا يبشر بالخير. وضعنا السنة صعب جدا، قلة أمطار، بعدين يعني لا صار دعم لمازوت يعطونا، كان سقينا يعني الزيتون هذا يعني بحاجة لمي، يعني خاصة ونحن استقرار ثالث كنا نسقيه، يعني بالسنة كنا نسقيه ميتين أو ثلاثة سنة ولا مي. نظرا لغلاء المازوت في هذا الوقت وفي هذه السنة هاي خاصة، يعني طبعا خف الاهتمام بشجرة الزيتون، هذه الشجرة يعني غلاء المازوت قلية المي. نحن نطالب بتشكيل الأبار اللي تابعة للحزام الأخضر، في عنا شيء أو خمسة أبار بناحية سنجار، يعني هي تابعة للحزام الأخضر تشكيلها مشان سقاية الزيتون. أنا عندي سجر، بدي أطلع على السجرة، بدي أعبي سيارة المازوت اللتر ب 3300 ليرة. أنا لو وصل السجر وصاحب الجرار بدي يفلح بده 5000 عدلهم. قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في موعد عقد الثمار وقلة الدعم الحكومي كلها عوامل عكست سلبا على قطاع الزراعة وخاصة إنتاج الزيتون، حيث اصطدم المزارعون بارتفاع التكاليف المرتبطة بأعمال الحرف نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والأدوية الزراعية. ما في، لا عنا أدوية، لا عنا مثلا إمكانيات نسقي السجر، لا عنا إمكانيات نفلاح، ما في عناية. اليوم بهالسنة المضت هاي اللي جفاف، نحن بحاجة سغاية، بحاجة فلاحة. احنا بالنسبة للموسم الزيتون اللي السنة هاي يعني من 30 سنة احنا ما وصلنا للطبيعة اللي احتو شايفينها، يعني بالنسبة للزيتون من العطش ومن قلة الأمطار بسبب السنة الماضية للجفاف، فاحنا نطلب من الدولة الكريمة انه تهتمنا شوية، تدعمنا شوية، سواء بالنسبة للبيرما او شغلة انه مشان نسق الزيتون مشان الفلاح. كميات الإنتاج لهذا العام لن تتجاوز 30% عن العام الماضي في ريف إدلب المحرر، والمطالب هي ذاتها تتكرر من اهتمام ودعم للمزارع كي لا نصل في كل موسم إلى مطالب تعويض الخسائر بدلا من تسويق الإنتاج.